جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يتحدث أيضا ويسأل شيخ صالح عن قراءة القرآن الكريم في يوم وفاة المتوفى وأيضا الاستمرار في ذلك لمدة 3 أيام والذبح أيضا خلال تلك الأيام، ويسأل فضيلتكم التوجيه عن تلك البدع في الجنائز جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، قراءة القرآن بعد وفاة الميت وجمع المقرئين واستئجار المقرئين وعمل السرادقات والاحتفالات وصنعة الطعام، كل هذا من البدع ومن الآثار التي تكلف المسلمين وتشق عليهم. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. فكل هذه الأمور بدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.